هنا راه عندنا واحد الشريحه مكحطه وملي غادي نجي نقولوا ليه عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولاي عبد الله زغلول رئيس جمعية جسور المواطنة. أولا كنبغي نوجه واحد التحية للمتتبعين جميعا ديال هذا المنبر الإلكتروني اللي هو صوت العدالة، وفعلا صوت العدالة لأنه كيتناول دائما القضايا الشائكة وقضايا كيتناولها بجرأة. نرجعوا للسؤال ديالك أخي، هو أنه الفرق بين العام اللي فات وهذا العام كاين غلاء، ما غنقولوش عليه غلاء فاحش. علاش؟ لانه ملي كيكون عندنا الغلاء وكنقولوا الغلاء كتزاد 10 دريال، ملي ما كنتحياوش كاع وما كنحشموش كنزيدوا درهم. حنا هاد العام راه كنزيدوا 8 دراهم، كنزيدوا 12 درهم. كاين الراميت بابي كوبي اللي تزاد فيها 30 درهم، يعني تزاد ديال الزياده وتزادت 100%، تزادت من 28 درهم ل 58 درهم. الدفتر اللي كان كيدير كبير مثلا ديال 200 كيدير ذاك العام كنبيعوه ب 20 درهم، هذا العام 24 درهم في بلاصتو. وبالتالي راه حنا غادي نمشيو في واحد التوجه ديال غادي ينتج لنا الهدر المدرسي. الهدر المدرسي اللي كنحاربوه وكنضربوا باش نطلعوا من هذوك المراتب الدنيا في التعليم وفي الهدر المدرسي، حنا كنهيئوا الاسباب باش نرجعوا لهذيك الارقام عاوتاني. لانه الناس اللي كنصوتوا عليهم بكل بساطه انه الاحزاب افلست باش تنتج لينا نخب سياسيه اللي عندها كفاءه وقادره تجيب افكار مبتكره، لانه الافكار هي اللي كتجيب الحلول. فبالتالي حنا دابا كنتكلموا مثلا عندنا رئيس حكومه، انا هو كشخص يخرج من الحكومه ما كنعرفوش ما كيعرفني ما نهضرش معاه، ولكن رئيس حكومه خاصو يعرف بانه كاين مشكل عند المغاربه عند الطبقات الهشه. الناس كاملين دابا اللي بغى يزيد شي زياده من دماغه كيقول لك الغلاء ديال المحروقات. فبالتالي السيد رئيس الحكومه المسؤول الاول على المحروقات والليسانس والمازوت والاكسجين والبحر والبر وهذاك الشيء كامل، راه خاصك تجيب افكار مبتكره. دخلوا المدرسي الادوات وهذا الشيء، دخلوهم المقاصه حتى هما وديروا لهم دعم وعاونوا الاسر الكادحه، لان هاد الاسر الهشه راه كتعتبر ان المدرسه والتعليم هو الوسيله الوحيده ديال الوليدات ديالها باش دير التحول الاجتماعي. هذاك بعدا كنقولوا الابناء ديالنا لا عندهم كفاءه غيقراو وغيزيدوا قدام، رغم ان التعليم الهدف الاول والرئيسي ديالو راه ماشي هو الاغتناء وماشي هو الخدمه، الهدف ديالو هو اننا نكونوا واحد المواطن اللي يكون قادر انه يندمج في المجتمع بواحد الطريقه سليمه. فبالتالي هاد الغلاء وهذا الشيء خاص الحكومه. دابا الناس كنصوتوا عليهم وحنا كنفكروا في بلاصتهم. خاص الحكومه تفكر بانه في كوفيد راه كاينه واحد 6 المليون
ديال الاسر خذات اعانات مباشره من الدوله، بمعنى راه عندنا واحد الشريحه مكحطه، وملي غادي نجي نقولوا ليه راه الدفتر ب 30 درهم راه غيخرج ولادهم للمدرسه، لان هذيك 30 درهم غيعمر بها قفوه ديال الخضره للوليدات. ما لقاش باش يقيدهم. ودابا حنا كنتكلموا، حنا دابا مثلا في الدار البيضاء والقطب الاقتصادي، وقدر اي واحد يدور هكا ويدور هكا ويجيب نهارو. ولا تكلمنا على المغرب العميق اش غادي نديروا؟ سير طلع لي هذوك الناس اللي بغاو هو 100 ريال باش غيمشي للسوق الاسبوعي. المناطق الاخرى اليوم كنقولوا باخبار بان واحد منطقه وحده لقيت فيها صداعي 10000 تلميذ الهضره المدرسي ديالهم ما مشاوش 10000 تلميذ. وراه ما يمكنش حنا كنجمعوا الناس الحساب دابا وكنعاودوه جوج مرات ثلاثه، لان راه ولا كيخرج داك الشيء كيخلع، الارقام كتخرج كتخلع، الانسان كيقول ما عندي والو في الورقه، كيخرج في 300 500 درهم، كاين بنادم عندنا اللي كيدوز كيخرج في 2000 2200 درهم، راه لا يعقل. فاتير هادو مع العلم وعاد فاتير ما كاينش مقررات، عاد فاتير. والناس كتصرح عبر التلفازه انه لا زياده في ثمن الكتب، كتب المدرسيه والدفاتر. خاص تكون عندكم الشجاعه الحكومه وتقولوا للناس اشنو هما الزيادات اللي كاينين في الادوات وفي الدفاتر. راه هذا الشيء راه لا يعقل، راه خاصكم الناس اللي كنصوتوا عليكم والشعب المغربي كيصوت عليكم، راه كيصوت عليكم على اساس ان عندكم كفاءات وعندكم افكار مبتكره. كنشوفوا بان تركيا تتعاد تتخصص واحد 300 مليون دولار سنويا باش تعطي الادوات المدرسيه فابور، شنو باش حسن من الناس يا ودي اخويا؟ انت راه مشيتي بعيد، قطعتي البحر ومشيتي لاوروبا. اودي راه اثيوبيا وهذا راه افريقيا، راه طيحوا الصينيين على اليسر وغادي غيلوحونا لا في التعليم لا في مساعدات لا في دعم التعليم لا في دعم. راه كاينه دول افريقيه اللي غادا تفوتنا، اللي حنا كنقولوا كنمثلوا البوابه ديال اوروبا وسابقين في بزاف ديال الامور، ودرنا مجهود كبير باش قطعنا اشواط. راه هذا الشيء راه كيرجعنا اشواط اخرى للور، وغنضيعوا مجهود وغادي نستنزفوا القوه ديالنا. راه هذا الشيء راه بزاف، راه حنا مجتمع مدني وحنا مواطنين، حنا الدور ديالنا كنصوتوا على واحد الحكومه، انتهى الدور ديالنا. اما باش نبدا نبتكر معاك حلول عاوتاني راه مشكله اخرى هذه. وتحيه